قصتي ورواياتي وبداياتي والآه يا قصتي ورواياتي وبداياتي والآه قصتي ورواياتي وبداياتي والآه يا قصتي ورواياتي وبداياتي لا حبيبتي بدي سلامتك ناطرتك. حبيبي آسفة كتير، آسفة ما قدرت رد. البروفة صارت لهيلي والوضع هون كتير متوتر، ما رح أقدر أجي أبدا. طيب إذا خلصت عبكير رح أحاول أمرق. إيه أنا بحبك. حاضر رح أجي. باي. أنت كالسكين الجرح يناديني للجمي صهيلي الخيل، جودة أنت تصمت فيها بحة الصراخ، وما أنا إلا آثار قدم، فامسح الآثار وغطي الريح. أنا المدام. طارق كثير حلوة القصيدة، أنت اللي كاتبها؟ هاي إليك. طارق بلشت البروفة بسرعة، يلا يلا. Thank you.
مبروك حبيبتي، هديتك صارت جاهزة. ها الله يبارك فيك يا عمري. ما بدي هدية، بس فيني اسألك سؤال بدون ما تزعل؟ قوليلي. يعني هلا انت اكيد ما تدخلت لصالحي مشان التصميم؟ اكيد ما تدخلت. انت بنت موهوبة وبتشكي بقدراتك؟ لا خلص، بس تجي منحكي. هاي طيب، بكل احوال انا ماني مطول، انتبهي لحالك. وانت كمان. باي حبيبي. شو امي تعشيتي؟ لا ناطرتك. امي يلا ساعديني تحت. امرك. مريم؟ السيد فؤاد شو رايك نعزمه؟ إذا بدك. يعني ما بتضايقي؟ لا، ليش اتضايق؟ إنه يعني مسموعاته إنه وزير نساء وإنه له مشاكله وهيك. عادة الناس بدها سيرة هيك تتسلى فيها. أنا ما بيعنيني هذا الحكي. يعني ما بتنزعجي؟ لا أبدا. ما أنا هاتصل معه. الو، مساء الخير. اهلا دكتور مروان. مو اتفقنا نسهر سوا؟ خليها اليوم. دكتور انا بتشرف، بس بدي اعتذر منك لان عندي ضيف. لا 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 لا، ما بقبل عذر. اهلا وسهلا فيك وفيه. طيب انا بتشكرك. ناطرينكم. اكيد. يلا مع السلامه. مع السلامه. انا حقوم بدل ثيابي. لك شبك، ليش عم تبكي؟ شو ماتت البنت يعني؟ بدل ما تفرحي لها على هيك جازة. والله فرحانة، الله يسعدها يا رب. فرحانة؟ لك قديش صار لك عندي بهذا البيت؟ ما شفتك مرة عم تضحكي، وشك نكد. اسمعي لأقول لك، امسكي. شو هي؟ شو هي؟ 100 ليرة، شو هي؟ اعتبريهم أجار وتعويض. وخذ اغراضك وتيسري، ما عاد تلزميني. دخيلك يا ابو مريم، والله انا ما الي حدا غيركم. شو انا خلفتك ونسيتك يعني؟ عم بقول لك ما عاد تلزميني، وانا هيك حابب اعيش لحالي. يلا تيسري. شو عم تعملي هون؟ شو عم تعملي هون؟ قليلي. أبو مريم قلعني. قلعك؟ تعمل شو نكار؟ امشي معي عفاف. عم قلك امشي معي. شو بدك اتركك هون؟ امشي معي عفاف، امشي. يلا قوم خلصني. يا فؤاد، أنا الزلمة ما بعرفه، لا تلزقني فيه الله يخليك. أصر إنك تكون موجود. يلا قوم. أصر إني موجود لأنك قلت له إنه عندي ضيف، يعني عزيمة مجاملة. يا نزار، بدك تتركني روح لوحدي؟ ما جاي على بالي. يلا قوم غير ثيابك. يلا. ما في فكي يعني؟ ما في فكي. يلا نزار بترجيك. أمرك. Thank you.
ماما جاوبيني بصراحة، انت ليش متوقعة انه ابوكي متدخل لحتى تاخدي الجائزة الأولى؟ مو كل العالم شافت تصميمك وقالوا لك بجنن؟ يا ريت وما ربح يا ماما. ليه يا ماما خير؟ هيك صارت معي شغلة اليوم ما عم بقدر انساها. شو صار؟ احكيلي. فيتي اللي معي بالجامعة لما طلعوا النتائج واخذت تصميمي الأول انفجرت بكي وقالت لي، قالت لي شغلة بتوجع. شو قالت؟ قال انتي لأنه أبوكي معه مصاري كتير وأنا همي الأول من الجائزة هي القيمة المالية. طب اهدي أمي اهدي. انت تعمل عملية لأما هي رفيقتك يعني؟ تعرفيها أنتي؟ ايه طبعاً معي بالجامعة وكان هذا تلميح لأنه أنا بنت فؤاد أعطتني اللجنة الجائزة. قديش قيمة الجائزة؟ 250,000. معك رقمها للبنت؟ ايه اعطيني اياه. 09. شو رايك بنقعد هون ولا برا؟ هلا بالليل برا عم يصير هيك لسعة برد. هلا بكل الاحوال منخيرهم، بدهم هون بدهم برا. ايه طبعا. يلا رح يجوا. ها لو سمحت، ما هون بيت الاستاذ فؤاد؟ بلا هون. هو موجود؟ لا والله معزوم على العشاء. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا سيد فؤاد. دكتور مروان كيفك؟ اهلا اهلا دكتور. ما في شيء بدي اقولكم. شكرا. ليه غلبت حالك؟ تفضل شرفوا. تفضل زيد. فضلك. هلا نحن مجهزين القعدة هون، بس إذا بتحبوا فينا نقعد جوا. والله بعتقد هون منيح. ها؟ تحبوا هون؟ يا أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا تشرفوا. يا أهلا وسهلا. أهلا سيد فؤاد. يا أهلا وسهلا. أهلين دكتور. كل عمرو حنون. يخلي لك يا رب. تسلمي يا حبيبتي. بس انا اللي عم بفكر فيه، كيف اجى من قلبه هيك يقلعك وما يسال فيكي؟ شافني عم اشحد وما اطلع فيني. يا الله يا الله. ايه على طفي الكهرباء شو بتزاول منه. يكون الواحد عم يسمع غنيه عم يشرب فنجان قهوه مروق. شوفي حتى الكبريت. هه
نعيك مطفيه. ايه ها سالي شوفي يا ستي عندي راي. طيب شو رايك بتشتغلي معي بالمحل وبتعيشي معنا هون بالبيت؟ الله يخلي لي اياكي، انا ما بدي تقل عليكم. ايه التقل عليكم قبل كل شيء، انا فؤاد ما برد له طلب. ثاني شيء يعني هيك شغله منطقيه، انه انت وحده مقطوعه وانا وحده ارمله، بنعيش مع بعض بنتسلى. هلا صحيح انا ما إلي حدا هون، بس انا في عندي ابن خالتي وبنت عمتي بحمص، يعني اذا فيكم تدلوني وتوصلوني لعندهم بيكون كثير منيح. اشربي اشربي حبيبتي قهوتك. مساء الخير حبيب، عجزت لك بكره على حمص. كتر خيرك. سيارات لو تبقي عنا. لازم روح على بلدي وشوف اهلي، فنيت كل عمري للغريب. اكيد مريم ما لها علاقه، مريم بتحبك. شو كانت تحبك؟ بعمري ما شفت بنت حبت شب مثل ما حبتك. ما بعرف ليش تجوزت. انسى انسى، لانه الدنيا بدها تمشي. تزوج. حاولت حاولت كثير وما قدرت. لا تحاول، تزوج وبس. ما بدي اظلم اي وحده معي. تظلم؟ نياري اللي بدها تتزوجك، حنون وكريم مثل العسل. قلت لها لاخر العمر وما كانت عم كذب. صدقيني حاولت كثير. انا ماني مستعد اظلم اي بنت معي. ليش لاظلمها بقلبي وحده غيرها؟ شو بده يحكي الواحد؟ يلا بلاها احكي. فش اللي خلقك؟ كيف فيني اتجوز غيرها وهي عايشه جواتي كل الوقت؟ كفوك المصاري؟ يكفوني وزيادة. تصبحي على خير. وانتي من أهله. يلا بصحتكم يا جماعة. بصحتكم. ما تأخذونا يا جماعة، العشاء خفيف كتير. بالعكس دكتور، عشاء ملوكي. إن شاء الله يا رب صحة. تفضل تفضل شرف. ما في أحلى من الجبل بهذا الوقت من السنة، ولا شو رأيك ست فؤاد؟ إيه أكيد، يعني حتى لو كان طقس بارد المهم الروح تكون دافية، وهذا الشيء بينعكس على المكان. صحيح تماما، هاي الأمكنة بتخليك تحس هيك بالبساطة وبالحرية. أنا لازم أتشكر مريم لأنه هي اللي أصرت إنه نقعد بهذا المكان. من زمان كثير بتحلم بيت بالشمال. دكتور مروان. أهلا أبو رائد. أهلا، جايينك الضيوف. إيه يا أهلا وسهلا فيكم الضيوف. أهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. شكرا أبو رائد. مساء الخير. مساء النور، تفضلوا. عفوا، أنا حكيم وهي مدام تيروبا. نحن أصدقائه للأستاذ فؤاد وجايين من الشام لحتى نقول له كلمتين. رحنا لعنده على البيت ما لقينا، دلنا أبو رائد وقلنا إنه هون هو عندك. إذا سمحت. أهلا وسهلا فيكم ضيوف السيد فؤاد. إننا ضيوف. تفضل تفضل شرف. تفضل. شكرا. تفضلي مدام. تفضلوا يا أهلا وسهلا. تفضل تفضلي مدام. شكرا. يا أهلا وسهلا. شكرا. يا أهلا وسهلا فيكم. حياتها تكرس. تمام كيفك أنت؟ أهلا مدام. تفضل تفضل يا مدام. تفضل تفضل.
اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا بكم. يا اهلا وسهلا دكتور. نحن اسفين كثير على الاحراج والغلاظه، جايين من الشام بس مشان نقول له شكرا للاستاذ فؤاد على كل شيء عم تعمله مشاننا. لا في لزوم لهالحكي، بترشيك. يا اهلا وسهلا فيكم. يا اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. شرفت. تفضلوا. ايه ماما، وين رحتي بهالليل؟ خفتي علي؟ طبعا خفت عليكي. لا ما تخافي حبيبتي، بس ارجع بحكي لك. ماشي، باي. باي حبيبتي. يا هلا. أنا إيمان أمّا لرؤى. أهلين خالته، في هالشي رؤى؟ فيني أدخل؟ إيه طبعاً طبعاً، تفضلي. تفضلي. تفضلي تفضلي ارتاحي. أنا آسفة خالتو. لا أنا اللي آسفة. نايمة؟ إيه هي أخذة منوم كتير قوي، لأنه بصراحة وجعها ما بينحمل. الله يشفيها. تسلمي يا رب. خالتو ميسون، أنت رفيقتها لرؤى زميلتها صح؟ إيه صح خالي. خالتو ميسون، أرجوك اسمعيني وفهميني منيح. إيه تفضلي، أكيد عم بسمعك. أنا جاي لعندك لأنه رؤى كتير حزينة، عندها إحساس إنه أخذت الجائزة منك بسبب معارفنا، يعني بالواسطة. أول شي بدي أسألك يا وأرجوكي جاوبيني بصراحة وبدون أي مجاملة. قبل ما جاوبك، شو بتحبي تشربي؟ والله ما فيني، تاركتها لرؤى لحالها. عنا قهوة إذا بتحبي. طب خلي أمك مرتاحة وقومي نروح على المطبخ، بنعمل قهوة بنشربها سوا وبنحكي. يلا تفضلي. ايه استاذ حكيم، شو اخبار الفن التشكيلي؟ عم نرسم. الحمد لله لسه في فنانين بالبلد. الله يرحم فاتح المدرس، هذا استاذ جيل الله يرحمه. صحيح. مدام عندك شيء مشكله صحيه؟ لا ابدا. ليش مبين علي شيء دكتور؟ لا لا لا، يعني في شحوب يمكن يكون من السفر. اي ممكن. بكل الاحوال لما تنزلوا على الشام زورونا، بركي بنعمل فحوص هيك معاينه عاديه. اي ليش لا، مو غلط، بنطمن. شو بتعملي بالحياه مدام؟ انا راقصه بالي وبدرب رقص. يا سلام، ما في احلى من الرقص أصلاً. هيك يعني لولا هالفنون هاي شو هي الحياة؟ صحيح. هلا نحن اللي ما لنا علاقة بالفن بكفي إنه نتلقاه نتذوقه نقراه. صحيح دكتور، أنا سمعت عنك إنك قارئ نهم. طبعاً هذا الشيء سمعته من سلامة. أي سلامة شاعري المفضل، بالمناسبة بستمتع كثير لما بقرأ شعره. مسكين، هاي الحرب خلته محبط مشان هيك مقل، بس هلأ بنته واقفة جنبه منيح وحيطبع ديوان شعر قريبا. والله فرحتني من قلبي. سيد فؤاد، بتتذكر من سنين انك زرتني بالعيادة؟
ايه بتذكر وقتها نصحتني اني اقرا كل يوم قبل ما انام. وطبقت هالرشيتها؟ ايه نفستها وبعدني عم بقرا كل يوم. لا مستحيل، الليلة ما بتروحوا محل، الليلة بتناموا عنا. سيد فؤاد أنت كفيت ووفيت، أنا كل هدفي إني أتشكرك، ونحن غراضنا بالأوتيل ولازم الصبح نرجع الشام. كنت واعد روبا بهالرحلة من زمان، قلت لحالي منجي لهون منه هي بتغير جو. لكن صاحبي في شغلات ما بتتقدر بثمن، مثل فنك، مثل جيتك لهون حتى تقلي شكرا. الله يكثر من أمثالك. بعد السهرة تأكدت إنه اللي عملته مو غريب عنك. حضرتك شخص مثقف بتحترم الفن وبتحترم البشر. الشيء الوحيد اللي ورثته عن أهلي هو الشغل ببيت الست أم مروان. خلقت هنيك وربيت هنيك، ما كنت بعرف حدا ولا بشوف حدا إلا سيدات الصالون أو مثل ما بيسمون. كنت كل يوم أقعد لحالي بالليل أقعد قلدهم وأحكي مثلهم. كنت أتخيل أنه بس أكبر رح أتجوز جيب أولاد بصير عندي بيت كبير. ما كنت بعرف أنه برات هذا البيت في شيء أقسى بكتير بكتير، مثلي مثل أي بنت مراهقة. حبيت أول زلمة بقابله بحياتي وضحك علي. ما بعرف كيف فيني أقولها بعد هذا العمر. اغتصبني، ما عرفت شو بدي أعمل بحالي وين بدي أروح لحالي. صار جسمي كله انطفد مثل الدجاجة المذبوحة. لما عرفت الست قلعتني من البيت، ما صحيت على حالي إلا وأنا على الدرج. الست مريم عم تفيقني بتعطيني مفتاح بيت أبوها. رحت عشت هنيك، عشت وقت طويل وضلت تعتيني فيني وتدير بال علي. لما توفيت ست أم مروان وانتقلوا لبيتهم الجديد، رحت معهم وقضيت كل العمر معهم. حتى أولادها ربيوا على إيدي. حرام، قصتها بتقطع القلب. طيب يعني هي بعدين ما حبيت ما تجوزت؟ لا ابدا، في كثيرين حاولوا بس ما قبلت. تفضلي. ولا حط لك انا يسلم حاجي. شكرا. ناطره جوابك ميسون. وشو الفرق؟ لا الفرق كتير كبير، بس جاوبيني، انت بتعتقدي انه رؤى بتستحق الجائزة؟ اكيد، رؤى كان تصميمها بصراحة اكتر من رائع. وهي هيك قالت عن تصميمك انه اكتر من رائع.
الفرق الوحيد كان انه انا بحاجة المبلغ تبع الجائزة ورؤى ما كانت بحاجته. ميسون حبيبتي بدي اياكي تساعديني. بشو؟ انت بتعرفي رؤى؟ طبعا انا بعرفها كتير منيح، ما نحن بنسميها الشمعة الحزينة. لهيك بدي اياكي تطلعيها من احزانها. طيب شو فيني ساعد انا هلا؟ انت بتعرفي انه رؤى معتقدة انه هي سرقت الجائزة منك وحرمت امك من العملية. طيب خالتو انا شو المطلوب مني؟ يلي بدي اياه منك شي واحد. شو هو؟ بدي اياكي تساعديني نطلع رؤى من حزنها. مو شي مقابل شي، ابدا مو هيك القصة. اولا مكتب الهندسي تبع رؤى صار جاهز، واكيد ما رح تعرف تمشي لحالها. بتشتغلوا سوا وبتنقوا كم مهندس بتريدون بتشتغلوا معه. طيب وبلكي ما وافقت رؤى؟ الو. ايه ماما، بدي اسالك سؤال. ايه حبيبتي اسالي. انتو كم مهندس تحتاجوا عندك بالمكتب؟ شي ثلاثة أربعة. فكرتي مين؟ يعني في كتير خيارات بس بصراحة لو لخجلتي منا أكيد ميسون حتكون أول خيار. طيب ماشي، شكرا. ماشي حبيبتي، مطولة؟ أقسم بمحبتي لرؤى إنه هي أول مرة بفتح معها هذا الموضوع. واضح هذا الشيء وأكيد مصدقتك خالته. اعتبريهم سلفة، أنا رح أحجز لأمك بمستشفى خاص. صدقيني ما رح نتركك. أنا مثل ما عرفت إنه ما قالكن حدا، أبوكي متوفي وأخوكي مسافر صح؟ مزبوط. اتفقنا؟ اتفقنا. بس يفتح المكتب بتبلشوا شغل، وبس تقرر العملية بتخبريني. أكيد. ألف شكر لك خالته. شكر لك يا حبيبتي. تسلموا ايديكي. شكرا. انا بتشكركم على هالجلسه اللطيفه. اهلا وسهلا فيكم، انبسطنا كثير فيكم. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله نلتقي بالشهر. ان شاء الله تعيدوها. اكيد اكيد. خلينا اياك. تصبحوا على خير. لا خير. تصبحوا على خير. شكرا مدام. تصبحوا على خير. شرفتوا. اهلا وسهلا. شرفت. تصبحوا على خير. اهلا وسهلا. السلام. كنتي بعدين شو هالبسط هاد؟ ايه بس تعرفي رح تنبسطي اكثر مني. يلا هاتي ابسطيني. حزري ماما لا تلعبي لي باعصابي. وين كنتي؟ قبل ما اقول لك وين كنت، الك معي سلام وبوستي. بوسه شكر وبوسه شوق. الي انا؟ ايه لك انت. من مين؟ من ميسون. ميسون؟ ماما magic broomstick. The broomstick? It has the power to clear the contents of any computing system on the planet and then magically sweep them into your room. ماما؟ لا تكون ميسون حست انه نحن شفقانين عليها. لا يا ماما ما في هيك شيء. حتى انت اذا بدك بكره حكيها وعزميها لهون تشوفي بنفسك. How could you possibly be allergic to in here? This room is hermetically sealed. That's it.
I'm allergic to hermetic seals. اشتقتيله. طب انتوا ليش بتضلوا هيك؟ كيف هيك؟ يعني ما بعرف، بحس قد ما بتحبوا بعض على قد ما بتضلوا عم بتعانوا. الموضوع معقد شوي. لا ماما، انت اللي معقدتي. يعني انت بتضلي حابسه بقلبك ما بتحكي. انت ما بتعرفي شيء امي. اللي بيني وبين ابوكي عاد ما هو حلو عاد ما بيوجع. ابوكي عاد ما هو اغلى شيء بحياتي. عاد ما هو احكي ماما مشان الله فشي قلبك. تركيني احضر فيلم امي، تركيني. ضيعتك انت قاعد هون؟ شو بك يا نزار؟ شو اللي زعجك؟ ما في شيء. ايه؟ شو قصتك؟ ليه عم تبكي؟ خلصوا؟ ما في شيء محرز. كل شيء له حل. رؤيا صاحبي، أنا رايح على مشاربة، الحقني. سامي تفوت على الحمام. سامي فك لي رجلي، بدي فوت على الحمام. سامي بدي ينقبر، فوت على الحمام. هي تفوت على الحمام. تكرم عيني بحياتي. روح نقبر محلك ولا ايه؟ مجنون، ما انا ما
بعرف. حنين لا تفقسي لي السكرة، والله العظيم برجع بلزق لك تمك. يا خسارة كل حبي إليك. ألف بنت كانت بتتمنى تطليع وحدة مني بس، بس أنا مثل الأجداب تركتهم كلهم ورقدت وراكي. لا مو بس رقدت، زحفت زحف كمان. وبالآخر شو؟ تركت البيت ورفعت علي دعوة طلاق. لك أنا في وحدة بتكون إلي وبتطلق. ومشان شو؟ لك أنا شو كنت منقص عليكي؟ من شو كنت حارمك؟ من شو كنت مانعك؟ خدني غسل، مشان الله خدني غسل، مو طايقة حالي. ردي علي من شو؟ ما حرمتني. لا لا حرمتك. حرمتني مثل ما بتطلع. أنا بقول لك من شو حرمتك. حرمتك من شغلة واحدة بس، من إنك تركبي علي وتدندلي رجليكي.